استمع للناي كيف يقص حكايته. إنه يشكو آلام الفراق، يقول: إنني منذ قطعت من منبت الغاب، والناس رجالا ونساء يبكون لبكائي، إنني أنشد صدرا مزقه الفراق كي أشرح له ألم الاشتياق. فكل إنسان أقام بعيدا عن أصله يظل يبحث عن زمان وصله. لقد أصبحت في كل مجتمع نائحا، وصرت قرينا للبائسين والسعداء، وقد ظن كل إنسان أنه قد أصبح لي رفيقا، ولكن أحدا لم ينقب عما كمن في باطني من الأسرار، وليس سري ببعيد. بيبدأ المثنوي بهذه الإشارة إلى الناي، موضحا سبب استعارة جلال الدين الرومي للناي تحديدا، لأنه الآلة التي هو طبعا قطعة البوص المجوفة التي قطعت من الغاب، وكل ناي فيه شجو وفيه حزن شفيف. بالرؤية الصوفية للأشياء يرى الرومي أن هذا الحزن وهذا الشجو وهذا الألم هو حنين الناي إلى الأصل الذي قطع منه، وهو يؤثر في النفس، لأن النفس كما قال ابن سينا بقى في القصيدة العينية، وكما قال غيره من ليست من هذا العالم، هي من عالم آخر قد يعبر عنه بعالم الأرواح قبل خلق الأجساد، أو عالم الذر، أو عالم المثل عند أفلاطون، أيا ما كانت التسمية. إنما هي شيء لا مادي يعبر عنه بالنفس والروح كلاهما بحسب، يعني الفلاسفة يقولوا النفس، في المعاني الدينية يقولوا الروح، إنما على كلتا التسميتين فهي شيء مخالف للبدن. وزي ما قلنا في جلسات سابقة إن الفرق شاسع بين النفس والجسم إلى درجة التناقض بينهم، هذا مادي الجسم البدن الجسد، وهذه أو تلك لا مادية. إنما الإنسان يصبح إنسانا بالنفس والروح، مش بالجسم بس. فالنفس هذه التي بحسب قصيدة ابن سينا هبطت من المحل الأرفع العالم الأعلى، أو بحسب أفلاطون نزلت من عالم المثل إلى العالم الحسي، أو بحسب التصور المصري القديم هي نفخة آمون في الصلصال الذي قام بصنعه خنوم، أو بحسب المفاهيم التوراتية والإسلامية من بعد هي النفخة الإلهية في آدم، وهي التي ستعود إلى ربها راضية مرضية إذا كانت صالحة أو غير ذلك إن كانت غير ذلك. إنما على اختلاف هذه الرؤى وتنوعها، هناك اتفاق على إنه النفس من عالم آخر، وإنه التصوف أو طريق الروح أو السلوك أي ما كانت التسمية هو جزء منه، في جزء منه هو حنين النفس لعالمها الأول، لعالم الحقائق الأزلية الأولى، العالم الذي يفسر بعضا من أشياء بتحدث في حياتنا اليومية ولا نجد لها تفسيرا، مثل الألفة التي نشعر بها في مكان مثلا نزوره لأول مرة، أو العكس الوحشة، أو التآلف مع شخص بنراه لأول مرة، أو النفور
وهناك حديث مشهور ان الارواح جنود مجنده، ما تعرف منها تلف وما تنافر منها اختلف. فبصرف النظر عن تعدد هذه الرؤى الى ان القاعده ان النفس او الروح من عالم اخر، وان هناك حنين لهذا العالم بينتاب النفس، وان هذا الحنين يثيره الناي لانه مقطوع من اصله، مثل ما انقطعت النفس الانسانيه من عالمها الاول. فبتبدا ابيات المثنوي بقوله استمع للناي كيف يقص حكايته، اللي هو هنكتشف بعد شوية ان هي حكاية الانسان نفسه. فهو بيشكو الام الفراق والانقطاع عن العالم الاعلى، وكلامه او الاغنية الرئيسية فيه او اللحن اللي بيقدمه بيقول لنا اننا منذ قطعت من منبت الغاب والناس رجالا ونساء يبكون لبكائي. فهو ينشد صدرا مزقه الحنين، وده اللي قلناه في كلامنا الاولاني او ختمنا بيه كلامنا الاولاني، ان التهيؤ للحال هو استجلاب له، وانه من كان يعقوبي الحزن جلى عن بصره العمى بطرح البشير اليه قميص يوسف. وانه لولا هذا التهيؤ اللي هي ايضا فيها اصل من الرسول الإسلامية، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني ما انت ما تروحش تسهر في مالها ليلي ومنتظر الهداية، طب يعني استعد لها، افتح الريسيفر. انما هنا مش بالمفهوم الضيق للهداية والضلال، بالمفهوم الإنساني الواسع، انه هذه النفس الإنسانية ليست فقط نفس المسلم او المسلم المسيحي، لا، هي نفس الإنسان. ولهذا أي إنسان على اختلاف الثقافات والعقائد والمذاهب والطوائف، أي إنسان بيستمع إلى الناي فبيشعر بما فيه من شجو ومن حزن ومن حنين، قد لا يستطيع الشخص أن يفسره ولا يعرف يعني لماذا يثير فيه صوت الناي هذا الحزن الشديد جدا. وهو ما يفسره جلال الدين الرومي في أن كلاهما مقطوع من أصله. ولهذا يقول على لسان الناي في الأبيات الأولى أنه أصبح في كل مجتمع نائحا، بصرف النظر بقى عن العقيدة السائدة في هذا المجتمع، وصرت قرينا للبائسين والسعداء. طب إزاي يعني على اختلاف الحال بين أولئك وهؤلاء؟ لأنه أحوال النفس الإنسانية واحدة، وهو الذي خلقكم من نفس واحدة، أو ده في المفهوم القرآني، أو في المفهوم الفلسفي الأفلاطوني أن هناك النفس الكلية اللي منها النفوس الجزئية. فأحوال النفس، لأن هذه النفس واحدة، فما فيها من بؤس ومن بهجة الناي يحرك الحالين أو الشعورين. ليه؟ لأنه بيتماس مع طبيعة التكوين الأصلي للنفس الإنسانية، وهي الطبيعة التي تتلخص في الانقطاع من الأصل والحنين إليه. وقد ظن كل إنسان أنه قد أصبح لي رفيقا، لكن أحدا لم ينقب عما كمن في باطني من الأسرار. وليس سري ببعيد عن نواحي، ولكن أني ولكن أن لعين ذلك النور. هذه الحقائق ليست مشاعر، يعني ما نتصورش انه هذه الادراكات العالية هتيجي الواحد وهو قاعد مثلا يضارب في البورصة او منهمك في منافسات مالية مع شركات حواليه او دكاكين حتى او بياعين فول وفلافل.
انت هنا منهمك فيما هو دنيوي، فمستني ازاي يعني ان تتجلى عليك المعاني اللي هي الدقيقة دي؟ ده انت لازم تبقى بتتجسد لها، وده اللي بيسموه في التصوف المراقبة، انه تبقى نفس الصوفي يضربه مثلا يقول انها تكون كالسنور اللي هو القطة لما تقعد تركز كده على الحاجة ومستني يشوف الإشارات اللي جاية له هتيجي شكلها إيه وهتقول له إيه. في هذه الحالة، حالة التهيؤ، قد يحدث أو مش قد يحدث، بيتم استقبال التجلي. فهذا المعنى ليس مشاعا بين الناس، فليس سري بعيد، ولكن أن لعين ذلك النور أو لأذن ذلك السمع الذي به تدرك الأسرار، وليس الجسم بمستور عن الروح ولا الروح بمستور عن الجسم. هنا بقى خطوة متقدمة جدا في الوعي الصوفي، حتى القرن الخامس الهجري كل الموروث الصوفي العربي يعني بيتكلم عن انه النفس دي حاجة والجسم حاجة، وانه كانوا بيبالغوا في مجاهدة النفس عشان ترقية الروح. وكانت الفكرة الاساسية عند الغنوصية، الغنوصيين يعني اللي هما بيقولوا دول فلاسفة قدماء، انه النفس الانسانية تحلق وتشرق وتستقبل المعاني العليا اذا تمت السيطرة على المادية اللي في الانسان. فده النسك يعني، فيقلل اكله قوي ويقلل طلباته المادية قوي وتعلقه الدنيوي قوي، فده يبقى تمهيد الى الاشراق. دي كانت الصورة النمطية في القرن السابع، ومش على ايد جلال الدين الرومي وبس وغيره، بدأ الوعي الصوفي عند المسلمين يتجاوز هذه المسألة. فتجد مثلا ابن عربي بيكلمنا عن بنت حبها، نظام بنت رستم الكيلاني، بنلاقي حد زي الإمام أبو الحسن الشاذلي بيلبس بيتشيك جدا في لبسه، ويقال إن كانوا في اتنين بيمشي وسعوا له السكة يقولوا أفسحوا لقطب هذا الزمان. طب إزاي؟ لأن هما كانوا تجاوزوا الحتة دي، لأنه اكتشفوا إن النفس الإنسانية دي ألعبها كتير جدا، فممكن تاخده زي أبو زيد البسطامي قضى طول عمره يناكف في نفسه لأنه عايزها إيه؟ تستقيم، ويروح يدفن نفسه في الصحراء عشان مش عارف اشتهت إيه، وبعدين يروح يكون واقف على جبل عرفة فنفسه تحدثه من مثلك الآن يا أبا يزيد، يعني أتممت يعني حجيت 40 مرة ولا 20 مرة وأتممت الذكر 100,000 مرة، فينادي كده في الناس أيها الناس من يشتري مني 20 حجة برغيف خبز، وقعد يقول له أنا هو خد رغيف، فيجي واخده وماشي يلاقي كلب ضال كده يجرمه ويقول لنفسه مبسوطة كده أنت مش هتتطهري أبدا، يعني أنا هعمل إيه معاك؟ بيكتشف بقى التصوف الإسلامي أو الصوفية المسلمين في مرحلة متقدمة إن ده أنت كده رجعت وقعت في نفس المطب، في الخناقة اللي بين النفس والجسم، ده هي القضية في الهارموني اللي بينهم. مش مهم الشكل إيه، زي عبد القادر الجيلاني، ما هو برضه ده من الصوفية الكبار المتأخرين يعني متوفى 561، فهو مؤسس للتصوف اللي هتسميه بعد كده او بيسميه الدارسين يعني الدارسون التصوف الفلسفي، لان كان فيه درجة عالية جدا من الفكر. يقولوا له الدنيا مقبلة علينا، فرمزته يقول لهم حطوها في ايديكم مش في قلبكم فلا تضركم. او يجي له حد يقول له والله عندي قرشين وعايز اطلعهم صدقه، بس انا شايف يعني الناس ما شاء الله يعني مش شايف مستحق، يقول له اعطي من يستحق ومن لا يستحق، يعطيك الله ما تستحق وما لا تستحق.
هو عايز ينبهه هنا لايه؟ ان ما تخليش انت نفسك الحكم، ده يستحق ده ما يستحقش، اصل ده كويس ده وحش، مالكش دعوه انت. وبعدين انت تبقى غني تبقى فقير، مش هي دي القضيه. القضيه ان ما تخليش ده يسيطر على قلبك. فحتى الدنيا اذا اقبلت تقبل، بس خليها في ايدك مش في قلبك، ما تأسرش. وبعدين ما تقعدش تنهك في الجسم كده وتنكر الظاهر كده، لان هي الحكايه هي تناغم الظاهر والباطن. هذا الوعي الصوفي المتقدم بيظهر باشكال كتير عند صوفيه القرن السابع الهجري، اللي من ضمنهم جلال الدين الرومي، حيث يقول هنا: ليس الجسم بمستور عن الروح، ولا الروح بمستور عن الجسم، ولكن رؤية الروح لم يؤذن بها لإنسان. فطول الوقت احنا بنشوف الأشخاص عبر الشكل الخارجي الإطار، ما بنشوفش روحه، بنشوف أفعاله، وبعدين بنبدأ نستشف من أفعاله تكوينه النفسي أو الروحي، فبنحبه أو ما بنتقبلهوش بناء على مش شكله بقى، بناء على الطبيعة الكامنة في المعبر عنها بالنفس وبالروح. إن صوت الناي، إن صوت الناي هذا نار لا هواء، فلا كان من لم تطرم في قلبه مثل هذه النار. يعني هو القلب الحركة بتاعته دي، ما دي حرارة، فالشخص اللي قلبه سائع ده الميت. فلن يكون الإنسان حيا إلا لو في هذه النارية التي تجعل القلب ينبض بالمعنى الحسي، والتي تجعل بقى بالمعنى الرمزي أو الروحي تجعل الإنسان مهيئ لاستقبال هذه الإشراقات. وهذه النار التي حلت في الناي هي نار العشق. هنلاحظ هنا جلال الدين الرومي من أصول فارسية، فيشير إلى العلاقة بين الإنسان والله بلفظة العشق. هذا ما لم يفعله العرب. فريد الدين العطار يستعمل العشق، نجم الدين كبرى يستعمل لفظة العشق، طبعا بقية الشعراء الفرس سنائي وغيره يستعملوا لفظة العشق، إنما عمر ما ابن الفارد يستعمل العشق ولا ابن عربي. ابن عربي يتكلم عن العشق، لا ابن عربي خليه على جنب لأنه ده ليه وضعية خاصة. ممكن نبقى نعمل فيها جلسة لأنها دقيقة قوي عنده. إنما الصوفية العرب يقولوا الحب. ليه؟ لأن في الوعي العربي إنه صفات الله منقولة، هي مش معقولة، يعني منقولة يعني جي فيها نص، مش متصورة ذهنيا. يعني أنت مش بتقعد وتقول زي مثلا أفلاطين إن الله نقطة، ما ينفعش في الإسلام تقول كده. تقول ان الله واحد، والواحد بالمعنى الاسلامي مش بالمعنى الفيثاغوري. ما هو الفيثاغوريين عندهم تصور للواحد، بس هنا انت عندك في القرآن ان الله بيقول انا الواحد، خلاص يبقى صفات الله منقولة، يعني جاية لك برسالة مش معقولة، يعني جاية نتيجة تدبر. فالنصوص القرآنية لما تتكلم عن العلاقة بين الإنسان وبين الله تتكلم عنها تحت مسمى الحب. يا أيها الذين أمنوا ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ما قالش يعشقهم ويعشقونه، لأنه في المنظومة الدلالية العربية العشق مرتبط بما هو حسي. وانا وضحت الحكايه دي في كتاب فقه العشق في جزء كده، انه ده مش هقول سهو بس طبع
عند شعراء الفرس باعتبار ان العشق درجه اعلى او اشد التهابا، فهتلاقي جلال الدين الرومي بيستعمل كثيرا لفظه العشق التي وردت هنا. هذه النار التي هي في القلب هي التي حلت في الناي، وهي نار العشق، كما ان الخمر تجيش بما استقر فيها من فورة العشق. طبعا كثيرا ما كان الصوفية بيستعملوا رمز الخمر للإشارة إلى كأس المعرفة الإلهية، لأن بتجيلك الحقائق أو تكتشف الحاجات فتحس بأنه بدوخة كده كأنك سكرت. وفي الشعر الصوفي كثيرا في خمريات كثيرة، أشهرها مثلا قصيدة ابن الفارض: شربنا على ذكر الحبيب مدامة، المدامة اسم من أسماء الخمر، سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم. وفي الجلسة اللي فاتت تكلمنا عن مطلع النادرات العينية للجيلي لما بيقول القهوة: حمية هواه عين قهوة غيره مداما دواما، تقتنيها الأضالع هوى وصبابات ونار محبة وتربة صبر قد سقطها المدامع. ما قالش عشق، إنما ده عبد الكريم الجيلي. إنما الشعراء الفرس اللي بيكتبوا بالفارسية، لاحظوا يعني هي المسألة مرتبطة بحدود الكلمة في اللغة الفارسية، فلما بتترجم العربي بيكتبوا عنها عشق. إنما هو الصوفية العرب ما بيستعملوش كلمة العشق للإشارة إلى العلاقة بين الله والإنسان. بيكمل بيقول: إن الناي نديم لكل من فرقه الدهر عن حبيب، وإن أنغامه قد مزقت ما يغشي أبصاره من حجب، من رأى مثل الناي سما وترياقا، من رأى مثل الناي رفيقا ومشتاقا، إن الناي يروي لنا حديث الطريق الذي ملأته الدماء، ويقص علينا قصص عشق المجنون. وهذه الحكمة التي حرمت على من لا عقل له، فليس هناك من يشتري بضاعة اللسان سوى الأذن. يعني الكلام ده ما بيتوزنش في المحلات وفي السوبر ماركت، الكلام ده بضاعة لا يتم استقبالها إلا بالآذان، الكلام لا ينخس لا ينكز لا يزيح، إنما هو بيتم استقباله بالأسماع. فالناي بيقول اللي عنده، بس انت لو ما عندكش الاذن هتستقبله ازاي؟ طبعا هنا في اشاره مجازيه عاليه جدا، انه ما كل الناس بتسمع الناي وخلاص، ما لو بيعزف هنسمع، بس مش هيفهمه لانه ما ادركش الاشتراك بين نفسه الاتيه من عالم اعلى وبين الناي الاتي من غاب قطع منه بدون إرادته. لو من غير ترتيب فتحنا أي جزء هنلاقي كلام جلال الدين مثلا هنا بيقول: إن الإيمان بالجبر إحساس بالعجز واستسلام كامل يصرف صاحبه عن أي جهد. هنا ما احنا قلنا انه الكتاب هو أصول الدين، ففي أصول الدين في اختلاف بين مذهب الحرية ومذهب الجبرية. اللي بيعبر عنه السؤال المشهور: هل الإنسان مسير أم مخير؟ وبتختلف الإجابات.
ده من حيث ظاهر الأمور، إنما في أصل أو في أصول الدين لا، في حرية طبعا. أمال أنت هتحلق إزاي؟ ده في حرية مش بس كامنة فيك، حرية كمان في حركتك، وهو الطير هيصعد للسماء أو الوعي هيحلق في الأعالي وهو متكتف جناحه أو رايح يجيب الفطار للعيال. عندنا صوفي شفته في الصعيد في البلد يعني، فبيقولوا كانت مراته بتولد فقر قوي، فرايح عشان ينفسها يعني يجيب لها حاجه تتغذى بيها يعني، يجيب لها عسل اسود، فخد كوز وطلع، رجع بعد 11 سنه. فبقول له انت هو ازاي عملت الحكايه دي؟ قال جاني خاطر ان انت مالك، انت روح بس شوف حالك وساحة على طريقة الصوف. طبعا اللي انا بقوله ده مش مبدأ قابل للتعميم، دول نماذج نادرة بتبقى من البشر، ان هو سمع صوت الناي ده ممكن يكون من اغنية، والصوفية حتى بيقولوا عليه السماع، انه ممكن يكون عيل بيقول حاجة لزميله بس هو يتلقى المعنى بشكل خاص بيه، فكان المعنى اللي تلقاه انه عسل ايه وبتاع، يا عمي شوف امشي، هو ربنا اللي خلق الولد ده وهو هيكب، ورجع لقى الولد بيلعب قدام الباب. وزي ما بقول ان ده مش كلام علشان يبقى هي القاعده في المجتمع، لا، دي نماذج كده بتبقى زي الفنانين الكبار جدا، زي ما هو دول فنانين في الحياه، بيبقى زي نموذج او نقطه يعني ضوء بعيده انت بتتجه اليها، بس مش هنعيش في مجتمع كله صوفيه، مينفعش. انما بدون النزعه الصوفيه دي في المجتمع يبقى المجتمع مادي جدا وعنيف جدا، وده احنا شفنا الجماعات اللي هي الفظيعه دي اول ما يطلعوا يروحوا يهدوا قبور الاولياء كان هو ده الاسلام يعني، وانه اول ما داعش استولت على الرقه والبتاع راح مطلع الراجل بتاعهم ده فتوى بتحريم كتب ابن عربي. طب انت يا ابن الناس انت مالك ومال ابن عربي؟ ولا الناس اللي عندك دول مالهم ومال ابن عربي؟ يعني ما تخليكوا في الحور العين، انت مالك ومال الحته دي اصلا؟ يعني هو ده اعلى من فهمك، لان اللي زي محي الدين ابن عربي او ابو الحسن الششتري او كده هو مش نموذج يقتضى ان يبقى كل الناس شويخ من ارض مكناس في الاسواق يغني ايش عليا من الناس وايش على الناس مني، لا، دي نقطة ضوء بعيدة زي حكاية النجوم كده، هي بس ترشدك. فلا يتصورنا احد انه لما بيجي الصوفي يقدم تجربته ان ده نموذج خلاص بقى هيتطبق وهنسيب بقى كلنا الاشغال وهنسيب الست اللي بتولد ونروح نسيح في الارض 11 سنة وبعدين نرجع. يعني لذا وجب التنبيه زي ما بيقولوا. انما اذا رجعنا الكلام جلال الدين الرومي، فالايمان بالجبر ده احساس بالعجز، واستسلام كامل بيصرف صاحبه عن بذل اي جهد، فهو عند الشاعر حالة مرضية يتجلى فيها ضعف النفس، اللي هي زي ما بنقول ايه، تعال علشان نعترض على